السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، جزاكم الله خيرا. عمل إنساني، أخ لنا يعيش معنا هنا في الغربة في ألمانيا، توفي قبل يومين في مستشفى بمدينة شتوتغارت، اسم المستشفى كاتارينا كرانكنهاوس بمدينة شتوتغارت. عاش غريبا هنا في ألمانيا في الغربة، ومات غريبا ولا يعرف عنه شيئا. هو من جنسية مغربية، اسمه حميد الهشام، ولد سنة 1972 بدوار أزيلا، وعاش بمدينة الحسيمة قبل أن جاء إلى أوروبا. توفي بمدينة شتوتغارت قبل يومين، ولا يعرف عنه شيئا، لا يعرف عن أهله، ولا نعرف أين هو. وجدته ما زالت متواجدة بالمستشفى، والمستشفى تطلب أيضا معرفة بعض التفاصيل عن أهله. أيضا هناك مسجد بمدينة شتوتغارت، جزاهم الله خيرا، قاموا أيضا بإخبار القنصلية المغربية في مدينة فرانكفورت، القنصلية المغربية بفرانكفورت. الشكر الجزيل لهم، تعاملوا مع الأمر بسرعة وطلبوا، وأرسلوا أيضا الخبر إلى المغرب، وطلبوا أيضا من الناس، كانوا مغاربة، كانوا عرب، كانوا أكراد، كانوا أمازيغ، كانوا من أي جنسية، طلبوا منهم جزاكم الله خيرا. إذا كنتم تعرفونه أو تعرفون أصدقاءه أو تعرفون أي شيء عنه هنا في ألمانيا أو في المغرب، المرجو الاتصال بالأرقام التالية أو إخبار أهله على الأقل، كي يستطيع أهله التواصل مع القنصلية المغربية بمدينة فرانكفورت، أو التواصل مع الإخوة هناك بمسجد بمدينة شتوتغارت، كي يستطيعوا نقل جثته إلى المغرب ويدفن بين أهله وبين أحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لأسرة الأخ حميد الهاشم رحمه الله بإذن الله، تعازينا الحارة لهم، ونريد فقط أن يتعرف أهله عليه ويقومون بتسلم جثته، كي لا يدفن غريبا هنا في ألمانيا، لأنه أيضا إذا لم يتم التعرف عليه ولم يتم بعمل الأمور الخاصة بالدفن، يمكن أن يتم، إذا لم يتسلم أهل الجثة يمكن أن يدفن هنا بألمانيا. وإذا لم يعرف عنه ولا شيء ولا أصل ولا، يعني إذا لم يعرفوا عنه شيء، يمكن أن تتعرض أيضا الجثة إلى الحرق، وهذا ما نتفاداه وهذا ما لا نرغب به. لذلك جزاكم الله خيرا، انشروا الخبر وانشروا الصور وانشروا الأمور. إذا عرفتم أي شيء خبروا أهله، أو اتصلوا بالأرقام التي أعطتها القنصلية المغربية بفرانكفورت. جزاكم الله خيرا من أجل القيام بهذا العمل الإنساني. الأخ المرحوم بإذن الله اسمه حميد الهشام، مواليد 1972، 1972 دوار أزيلا، وكان يعيش بالحسيمة. توفي بمدينة شتوتغارت بمستشفى كاتارينا كرانكنهاوس. إنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله خيرا على فعل الخير. السلام عليكم، إلى اللقاء.